صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يدخل في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يدخل فيه حافظ القرآن الذي لا يعرف تفسيره أو لا يعمل به؟ هي نعم، يدخل فيه من باب أولى. الذي لا يعمل بالقرآن أو لا يتدبر القرآن هو يدخل في هذه الآية، لأن الله ذكرها لنا من أجل أن نحذر من هذه الصفة التي اتصف بها اليهود مع التوراة. نعم.